7/2018 على جبهة طفس. هاي دبابات عصابات الأسد اللي حاولت تقتحم المدينة. الله أكبر الله أكبر. 7/2018 الميليشيات الطائفية على جبهة مدينة طفس. الله أكبر. استهداف الميليشيات الطائفية على طريق التابلين. الله أكبر. الله أكبر. تدمير دبابة لعصابات الأسد والميليشيات على جبهة مدينة طفس. الله أكبر. 2/7/2018 الله أكبر. نصيف اللي قاعد تسألوا على أطراف مدينة داعم بجانب مدينة طفس حاليا، وما زلنا صامدين ومرابطين في تلك المناطق. وما نستغربه هو تخاذل بعض الناس في بعض المناطق عن مؤازرة المجاهدين. وصامدين آزرونا أم لم يؤازرونا، إن شاء الله باقون. سنقاتل ميليشيات الأسد وأي ميليشيا غيره تعتدي على منطقة حوران كانت من كانت.